والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ولد المسيح صاحب السيادي المطران موسى الحاج السامي الاحترام، أبونا غازي الخوري، أبونا فراس، الأحباء القادمين من بعيد أو من قريب، أهلا وسهلا فيكم بهالأمسية الميلادية. يمكن القول أن الشغف قاد الموسيقي اللبناني بيتر نعمي إلى تعلم العزف على 46 آلة موسيقية، حيث ابتكر خط إنتاج للآلات الموسيقية تحمل اسمه، وتجاوز ذلك ليعيد إحياء بعض الآلات الموسيقية التي طواها النسيان. وداخل منزله الريفي في بعقلين الشوفية الواقعة في جبل لبنان، يجلس بيتر نعمي حول آلته كملك على عرش من النغمات والأوتار، مستعرضاً حرسه الموسيقي من الآلات، آلات شرقية وغربية. نشأ نعمي في منزل يعبق باللحن، وتفتح وعيه الموسيقي على صوت عمه أستاذ الموسيقى الذي يسكن في المسكن نفسه. وعيت على صوت البيانو، وعيت على صوت البيانو، وكنت لا أخفو إلا على هذا الصوت. وفي عمر السنتين كنت أسمع إلى أغنية وأحفظها بسرعة. يحكي الأستاذ بيتر: من هنا انطلقت فكرة الأهل لتشجيعي، وعملوا لي بيانو على مقياس يدي لأنه كان عمره سنتين لكي أستطيع العزف. وكان حلم نعمي في عمر 7 سنوات أن يصبح مصنعاً لآلات الموسيقى، وكان حين ذاك يدرس حوالي 16 آلة موسيقية. فبدأ حيث مهنة والده، ويقول: كان أبي ميكانيسيان يعمل في تصليح السيارات، فكنت أستعين بقطع السيارات والكراج وكراج والدي وأحولها إلى آلات، كما تحولت معظم أدوات المطبخ والمنزل إلى آلات موسيقية أيضاً. تمكن الأستاذ بيتر يلي عمره اليوم 50 سنة 50 سنة إلا شوي صغيري، على مر هالسنوات من إعداد إحياء آلات كانت تستعمل في عصر النهضة الموسيقية، وأضاف لمساته على آلات أخرى من البيانو والكمان والتشيلو والفيولا والكونترباس والجيتار والساز والقانون والعود والساكسفون. وتطول القائمة تبعت الآلات اللي اشتغل عليها الأستاذ نعمي، وبالتالي كمل مسيرته وأحيا مثل ما قلنا بالبداية عدد كبير من الآلات التي نساها الدهر. كان نعمي كما نعمي أطلق قبل 2 عامين حملة وأسماها الموسيقى للجميع، وشجع من خلالها الأطفال على تعلم الموسيقى بدلاً من آلات الحرب والقتل، وحفز الكبار أيضاً على عدم اليأس، وقال: أعلم الموسيقى من سن 2.5 سنة إلى 85 سنة، أعلم الموسيقى بطريقة بيتر وهي طريقة سلسة ومرنة، وألقي الدرس بشكل خبري مع خبرة كبيرة. وأضاف: لا أعطي دروساً خصوصية، بل إن هناك ما يفوق 100 تلميذ عندي في المركز، وأعلمهم على مختلف آلات وأهمها الآلات المنسية. ومضى يقول: اخترعت 21 آلة
وبعض الآلات أحييتها من القديم. كل الآلات الموجودة من تصنيعي، وهدفي أن يتمكن الجميع من تداول هذه الآلات وليس فقط وضعها في المتاحف والمراكز الموسيقية. هذا الشغف، قال الموسيقي، أنه يدخله في حالة من الفرح ويرغب في أن يستمر هذا الفرح في كل مكان، ويتحدث بزهو واعتزاز لكون آلته الموسيقية أصبحت علامة مسجلة في لبنان تحمل اسمه بيترز، يعزف عليها كبار العازفين. وهناك من الآلات التي يفوق ثمنها من $100 إلى $60,000. فبالتالي الأستاذ بيتر يلي هو كمان أستاذنا وله فضل كبير على كثير من الكهنة، وبما أنه كان يعلم أيضاً في الإكليريكية البطريركية السلفيج والموسيقى، فبالتالي هو يدمج ويمزج ما بين اللحن والكلمة والصوت والموسيقى، حتى عندما تخلطونها بالخلاط تطلع معكو بيتر نعمي. أستاذ بيتر، تفضل. بوجه صلاتي إلى الطفل المغارة اللي إجا بحياتنا البرداني والتعباني والمريضة ليعطي الرجاء والحب والحنان والسلام. بهالأمسية الروحية اجتمعنا كعيلة واحدة حتى نمجد الرب ونصدح كالملائكة صلوات تقول: المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وللرجاء. يا ربي
وعيد الليل زاهر الليل صوت العيد ضوى الليل موج يا سما بالعناء هل بالحلا بالمواعي زار الليل يسوع لون الليل يسوع رايحة تزور كوخ مسحور دربها أقمار تلج وزهور واللعب طايرة ويضحكوا أرضنا ناطرة والسماء زار الليل يسوع لون الليل يسوع ينتظرك العالم يا ملك السلام لكي تنير طريقه وتقوده نحو السلام الحقيقي. أنر يا رب ظلمات حياتنا، أنت النور الحقيقي. بليل برداني ما فيها نطير في نجمي سهراني سربت بكي لقيت على باب عجت صمت جديد والدنيا عم توعى بالتلج موعي أبيض مثل الأمل واسع للمحبة كان العتم عابس صار العتم حلو عبيت الكواكب صاروا ينزلوا وبالزوايا صارت أجراس نديل قربت لحد سمعت ترتيل يا يسوع يا يسوع من يوم السلام توزع بالدنيا كبرت السعادة فرحة ملونة كرمال البراءة للمشردين
نرغف لبيك ناطرين العيد. تعال بيوتنا تتبارك البيوت يا فرح العيد يا يسوع. يا طفل المغارة وسع المغارة وطني بردة رجع للطهارة. يا طفل المغارة وسع المغارة وطني بردة رجع للطهارة يرجع منارة بعتم الزمان ومن دفع عيني امسحوا بالإيمان وبشر أهلينا بلاد الأمان. يا يسوع يا يسوع يا يسوع. بتجسدك يا يسوع حل السلام في قلوبنا، شفيت المريضة وأقمت الموتى، بلسمت الجراح وأطلقت السجينة وأطعمت الفقير. أنت يا من حررت المرأة وأعطيت للطفل وللضعيف حقوقهما، ونحن شهود على ذلك في كل الأوقات والأزمنة. ليلة الميلاد يمحى البغض، ليلة الميلاد تزهر الغرض، ليلة تدفن الحرب، ليلة الميلاد ينبت الحب، ليلة الميلاد يمحى ليلة الميلاد ينبت عندما نسقي عطشان كأس ماء، عندما نكسي عريان ثوب حب، عندما نكفكف الدموع في العيون، عندما
نفرج القلوب بالرجاء. تجتمع العائلة حول المغارة لتتأمل روحانيتها ودور كل شخص من الذين اشتركوا في أحداث الميلاد. ها هي مريم العذراء تضع نفسها في خدمة الرب الله الآب. يوسف الصديق أيضاً يأخذ مريم والطفل يسوع على عاتقه ويضعهما تحت ظل حمايته. الملائكة يبشرون الرعاة بولادة الطفل الملائكي، وها هم يسجدون لملك المجد. المجوس يشدون الرحال ويتبعون النجم الذي يدلهم على مكان وجود المخلص. السماء والأرض تعلن خضوعها لهذا الملك العظيم الذي استعدت الأجيال كلها لمجيئه.
بما صنعته يداك، فأنشد فيك الهدى يا إلهي، ويملأ قلبي سناك إلهي. أراك إلهي أراك بما صنعته يداك إلهي، أراك إلهي بما صنعته يداك، فأنشد فيك الهدى يا إلهي، ويملأ قلبي سناك إلهي. أراك إلهي بما صنعته يداك إلهي، أراك إلهي أراك. أراك بنور الصباح الحنون، بلون الأزاهر فوق الغصون، فأسمع صوتك في كل صوب، وأصغي إليك بقلب سكون إلهي. أراك إلهي أراك بما صنعته يداك أراك إلهي أراك. أمتع عيني بكل الربوع فأبصر فيها جمال يسوع، محبته فادية تغمر نفسي فتبعث فيها التقى والخشوع إلهي. أراك إلهي أراك بما صنعته يداك إلهي، أراك إلهي دوما تشع ضياء، وفوق الصليب رشاء الفداء، سكنت فؤادي ونورت فكري، فزال عذابي وزال الشقاء إلهي. أراك إلهي أراك
أنت أيها الطفل يسوع مصدر حياتي، أنت مخلصي الذي أضع عنده كل خواطري وطموحاتي وأيضاً نجاحاتي وأخفاقاتي. ضمني إليك، اجعلني أن أشعر بعطفك وحنانك وبقوتك وعضدك. أسجد أمامك إلهي، أعترف بك ملكي. ها هي حياتي في يديك، افعل بها ما تريد. أسجد أمامك فتايا. أحبك للأبد، تعال واملك على قلبي، أطوق إليك تعال، أرنم لك شفتايا. Yeah.
حبي لك أيها الإنسان، يقول الآب السماوي، قيمتك عظيمة، ولك أريد الخير والخلاص، لذلك أرسلت لك بابني الحبيب الذي عاش معك وشعر بآلامك وصعابك في الحياة، سعى لكي يعرفك علي أنا الآب فتتمجد بي. المحبسة شو تضوي بقلبك بيوت، وانخطافك يروي أشعار السكوت. المحبسة شو تضوي بقلبك بيوت، وانخطافك يروي أشعار السكوت. شو يغمرك دابك مخدة الحطب، وتبوس ركابك طبق القصب. يا شرب السعدنا، يا شرب السعدنا، يا شرب لحمينا حمينا. يا غافي وعيونا لعينينا نور، زهرت عشفونا حبيت البخور. يا غافي وعيونا لعينينا نور، زهرت عشفونا حبيت البخور. قداسك الحقل ومذبحك البيت، بحنية السبل ركعت وصليت. شرب لحمينا حمينا، حبت قمح ترمي سنديان عروق، تركع لك الكرمي تعصر ومدوق. حبت قمح ترمي وسنديان عروق، تركع لك الكرمي تعصر ومدوب. حملتك الخمرة لدم المسيح، وبركت للصخرة اللي كانت لك ضريح. يا عريس الطاعة وطننا الحبيت، عتمت الساعة ضو سراج الزيت. يا عريس الطاعة وطننا الحبيت، عتمت الساعة ضو سراج الزيت. ردوا للعطاء رجع له الأمان، انت اللي انعطى لك مجد لبنان. شرب لحمينا حمينا، يسعد مساكم، بينعاد على الجميع. أنا سعيد جداً من كتر فرحتي إنه بس ناطرت أوصل على عمان ولاقي هالوجوه الحلوة. طلع معي كم بيت بالطيارة، رح نغنيهم سوا.
يا يسوع ضوى كل الدنيا ضوي لك قلب شموع سني ورا سني ميلادك يا يسوع ضوى كل الدنيا ضوي لك قلب شموع سني ورا سني بصرخ لك من عمان ومن وطني لبنان ما تترك إنسان حزين بهالدنيا بصرخ لك من عمان ومن وطني حزين بهالدنيا ميلادك يا يسوع ضوى كل الدنيا ضوي لك قلب شموع بصرخ لك من عمان ومن وطني لبنان ما تترك إنسان حزين بهالدنيا ما تتركني حزين وأنا على يقين رح بي عم السلام آمين 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 بصرخ لك من وطني لبنان ما تترك إنسان حزين بهالدنيا بصرخ لك من تنعيش بيوم جديد أعطينا ربي السلام بصرخ لك من عمان من وطني لبنان ما تترك ميلادك يا يسوع ضوى كل الدنيا ضوي لك قلب شموع سنة ورا سنة بصرخ لك من عمان من وطني
أهوى آدم الجديد يحررنا من العبودية، عبودية الخطيئة، ويردنا إلى المجد الأول الذي كان معداً لنا. هذا هو هدف وجودنا. ساعدنا يا يسوع الابن الوحيد والحبيب على تحقيقه بالمحبة والسلام. ما زلت في عينيك أسافر وأخشع، حبك في قلبي يصب وينبع، فمنك بداياتي ولك نهاياتي. أحبك أحبك وحبك أتبع. ما زلت في عينيك أسافر وأخشع، حبك في قلبي يصب وينبع، فمنك بداياتي ولك نهاياتي. أحبك أحبك وحبك أتبع. بقربك إلهي وجدت راحة القلب، سأدخل الحياة أموت فيك ربي. بقربك إلهي وجدت راحة القلب، سأدخل الحياة أموت فيك ربي. أبشر باسمك وأعلن إنجيلك، أرفع صليبك، أجوب أرض الحب. ما زلت في عينيك أسافر وأخشع، حبك في قلبي يصب وينبع، فمنك بداياتي ولك نهاياتي. أحبك أحبك وحبك أتبع. وهبني أن أهواك وأحيا في نجواك، ربي أنت مناي، ما حياتي لولاك. وهبني أن أهواك وأحيا في نجواك، ربي أنت منايا وحياتي لولاك. يا فرحة حياتي وبلسم آهاتي، إن مت أو حييت ففي الحب ألقاك. زلت في عينيك أسافر وأخشع، حبك في قلبي يصب وينبع، فمنك بداياتي ولك نهاياتي. أحبك أحبك وحبك أتبع.
يا أم المعونة يا أم الدنيا يا أم المعونة يا أم الدنيا يا عذرا الحنونة علينا تحنني يا عذرا الحنونة علينا تحنني يا أم المعونة يا أم الدنيا في الغنى وفي النجاح والشهرة، فإذا بنا وجدناك في مغارة متواضعة وعلى طرقاتنا الوعرة وحياتنا المتعبة وعلى صليب الألام للوصول إلى مجد القيامة. Thank you.
نجم سطع في المشارق يدل الملوك والعلماء على طريق بيت لحم بيت الخبز. إن العالم بفقرائه وأغنيائه عطشان إلى ماء الحياة، فيا معطي الحياة أشبعنا من تناول جسدك وشراب دمك. أشكر برغازي هالكاهن العظيم يلي دعاني لعندكم حتى نعمل هالرسيتال وحتى نتشارك نحن وياكم عيد الميلاد. فيني قلكم مثل ما قال أبونا سامر بعد نص قرن أنا عيّت أجمل عيد ميلاد بحياتي معكم. كمان بدي وجه معايدة كتير كبيرة لسيدنا موسى، يعني الكلام بيعجز لما واحد بده يحكي عن شخص بيسمع بروحه بقلبه. فنيالنا فيك يا سيدنا، أنا بعيدكم جميع الأباء وإخواننا وأخواتنا كل اللي جايين من قريب ومن بعيد، وبقلكن ميلاد مجيد، وإن شاء الله يا رب بسنة 2020 تكون حاملة كتير، كل واحد شو بيحلم حاملة كل الأمانة الحلوة، وحاملة كل واحد شو فيه بقلبه يقدر يطلعه ويقدر يستفيد من سنة 2020. وبطلب منكم شغلة أخيرة، إنه مثل ما واحد بيعمل جردة آخر السنة، جردة آخر السنة بشركته أو بشغله، يعمل جردة عن حياته الروحية ويضوي كل يوم شمعة صغيرة بشارع مظلم بقرارة نفسه. وتأكدوا رح نوصل بنهاية 2020 في عنا شوارع مضاءة بقلوبنا. ونعيد عليكم. مثل ختيار عناية يلي شق الصخر وطلع، أكيد مع الأستاذ بيتر نعمي هالنعمة يلي بتفيد علينا نعمة فوق نعمة، ومنشكر الله على كل نعمة. أكيد نحن
بكل بساطة وبكل تواضع منقدم للأستاذ بيتر نعمي هالختيار يلي شق الصخر وهو يلي عم يضوي علينا ختيار عناية. سيدنا بعد إذنك لو سمحت بدنا نشكر تيلي لومير على تغطيتها هذا الريسيتال. نشكر الله على الشباب والصبايا بتأملاتهم أكيد باسم أبونا غازي وأكيد باسم سيدنا البركة والنعمة يلي بتحل علينا بهالعيد ولد المسيح. هللويا. أنا ما رح أحكي كتير لأنه حكينا، ولكن حلو كتير بزمن الميلاد مع الصلوات والقداس إنه نحضر ريسيتال، واليوم نحن مبسوطين جداً إنه عم نعيد وحضرنا ريسيتال حلو كتير من شخص تعرفنا عليه سمعين عنه، بس الشو في غير السمع على الأستاذ بيتر نعمة. سبحان الله العاطي، ربنا عطيه مواهب كتيرة، صوت حلو، وعطيه كمان إنه يكون موسيقي بعدة آلات حسب ما سمعنا. سمعنا آلتين بس، إذا مستعدين تبقوا للصبح بسمعنا 40 آلة. بقى بنتشكروا، بنشكر الآباء يلي دعيوه كمان، بنشكركم جميعاً، وإن شاء الله أيامنا بتكون كلها أفراح انطلاقاً من عيد الميلاد وكل ورأس السنة وكل الأعياد، وتكون أيامنا كلها عيد وشكراً.